حاج محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج أيوة ده. محمد، اتفضل. سامعني؟ سامعين، اتفضل يا حاج محمد. أنا تعبان شوية، ركبي بتوجعني وتعبان شوية وعندي لا ولو يا حاج محمد، حاج محمد، نعم يا لا لازم لازم تبعد عن التلفزيون شوية، نعم ابعد عن التلفزيون شوية ووطيه حاضر. لو سمحت. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سنك كم سنة الأول؟ أنا بس تعالي ونفسي تعبني شوية كده وركب الاثنين بمشي بيوجعوني. تمام. طيب ايه اللي بيخليك تتصل بنا؟ اسمعني بس، احنا هناخد حاجه واحده من الحاجه اللي انا دلوقتي قلت لي 3 حاجات. الحاجه اللي هعالجها لك دلوقتي حاجه منهم، نقيها انت. انا عايزك تكتب لي حاجه تبصر الضغط عالي بتاعي. طيب حاضر، يعني انت عاوز الضغط بيطلع كام الضغط دلوقتي؟ ضغط عالي قوي. بيطلع كام؟ ضغطك بيطلع كام؟ قست الضغط يا حاج محمد؟ الضغط بيطلع 180. على كام؟ 180 على كام؟ على 110. طيب 110 خلاص خلاص. بتاخد علاج ولا بتاخدش؟ باخد علاج الصبح، واخد بالشبه واحده الصبحيه اسمها ايه؟ بتاع ده اسمه كركوم. قد ايه، 5 ولا 10 مللي؟ كركم 5. 5 مللي. طب تقدر تاخد دواء؟ انا عايز اغير العلاج يا دكتور. بيقول ايه؟ اتفضل اتفضل. عايز ياخد عنه. بيقول ايه؟ عايز تغير العلاج؟ عاوز اغير العلاج يا دكتور. عايز يغير العلاج. لا، الكونكور حضرتك ما نقدرش نوقفه مرة واحدة، وبعدين هو دواء مش وحش، بس بالنسبة لك مش كافي ان ينزل لك الضغط للطبيعي. لو وقفنا الكونكور مره واحده ممكن الضغط يحصل له نوع من انواع رده الفعل العكسيه، يعني يوصل مثلا 250 130، فاحنا ما نقدرش نوقفه مره واحده. خليك على الكونكور وهنعمل وهنضيف لك حاجه معاه، واخد بالك؟ فاحنا مثلا ندي كمان معاه نورفاسك كونكور ونزود، نخليه كونكور بلس كونكور بدل كونكور، نخليه كونكور. خلاص اقفل حضرتك حد. خلاص شكرا يا حاج محمد. يعني احنا علاج الضغط يا استاذ حسام، اتفضل يا دكتور. الكونكور في منه نوع هو نفس السعر اسمه كونكور بلس. ياخد حبايه منه كل يوم الصبح 5 مللي. تمام. وهياخد دواء تاني اسمه نورفاسك حبايه برضه بعد قبل الغداء. تمام. نخلي الكونكور بالليل افضل. في ادويه اغلى الحقيقه، بس انا خايف اديها له، بس هتجيب نتيجه حلوه. يعني ممكن ياخد كوطارج مثلا 320 12 ونص. بس هيبقى غالي عليه. طب نقول للعلاج بقى احسن، احنا توهنا معانا. ماشي. حتى نبقى نخفه بعد كده العلاج، ولو غالي اتصل تاني. كونكور 5 مللي دي بالليل قبل النوم، وهياخد الصبح كوطارج 320 على 25 حبايه قبل الفطار. تمام. دول بامر الله هيجيبوا، يمنع الملح ويعمل الحاجات دي. تمام ان شاء الله. ألف طيب سلام.